مشروع توليد الطاقة الكهربائية بالطاقة الشمسية، ومن أكبر المشاريع على المستوى الوطني، 220 ميجا وات في كمحطة شمسية للولاية، واستتبعها محطة ثانية كذلك في ولاية بسكر. المشروع الكبير الثاني وهو مركز تحويل الكهرباء 400 كيلو فولت، وهو من أكبر محولات مراكز تحويل الكهرباء على المستوى الوطني، الذي يدعم كثير الشبكة الكهربائية الوطنية، وكذلك من خلال تحويل 400 كيلو فولت إلى 220 كيلو فولت الشبكة المحلية لولاية بسكرة التي سوف تغطى وكذلك تدعم بعدة مراكز تحويل الكهرباء 220 60 كيلو فولت، من 60 كيلو فولت إلى 30 كيلو فولت، لتصبح ولاية بسكرة يعني ابتداء من 2027 هي حاليا تستهلك 56% فقط من الطاقة المتوفرة في ولاية بسكرة. وسوف ندعم كذلك بمراكز تحويل الكهرباء لنقدم خدمة شاملة وتغطية كبيرة ومتوفرة في كل ربوع الولاية لكل مستثمرين في الصناعة والزراعة، وكذلك مواصلة تغطية والمساحات الفلاحية لولاية بسكرة، ولاية رائدة كذلك في الفلاحة. بالنسبة للمجال المنجمي، ولاية بسكرة ولاية غنية بالمجال المنجمي، وهذه إلا عينة اللي شفناها اليوم لمصنع الملح، الذي طلبنا أن الآن بعد التحكم التام في سلاسل الإنتاج مادة الملح، لازم نروح إلى تطوير هذه المؤسسة لإنتاج مواد أولية ذات قيمة إضافية كبيرة، التي تدخل في كمادة أولية لصناعات تحويلية كثيرة في المجال الصناعي. وطلبنا من مسيري وكذلك مجمع سونارين أنهم يباشروا في المرحلة الثانية بالنسبة للمصنع، وهي تطوير المواد الجديدة من كلوريد الصوديوم إلى غيرها من المواد ذات قيمة إضافية كبيرة ومطلوبة في السوق العالمية، وسوف تدعم كذلك التصدير